جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا وسهلا بكم إلى حديث الدار وإلى الجلسة الحبية اللي تعودنا وإياكم فيها. والشيء اللي يسعدنا أننا معكم في كل يوم عدا الخميس، لأنه ونيس وأنتم مشغولين وإحنا مشغولين، لكن الأيام اللي غيرها ترى إحنا جالسين وأنتم جالسين. فالله يحييكم وحيا هلا بصديقك أبو غنى. حيا الله مشاهدينا الكرام، نورت يا حبيبي، الله يبارك فيك. الثوب كنا حق أمس نفسه ولا نفس الثوب برضه حق أمس؟ في سر هنا، أعطونا في الهاشتاج بالله السر في أنه أبو غنى أبو حسان لابس نفس الثياب نفس الأشمغة، أعطونا السر بالله. طيب وأنا أبو حسان أعطيني كمان السر. تبدأ الحلقة أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. بس ثانيتين وتقلب يعني الرسمية والكاريزما الشخصية. إيه لازم شوفوا البداية. شوف الثقل هذا اللي موجود في البداية هو بعد دقيقتين تقريبا. لا مو الثقل، أبو سليمان، أبو سليمان لا هو مو الثقل، هو الفكرة أنه دائما كذا الانطلاقة تكون فيها نوع من ال. لا لا طيب لا اسمعني خلنا نخلص كلامي يا مسلم. أنا أتوجه للجمهور الكريم اللي الآن يشوفني وأعطيه أرحب به، فتكون كذا يعني شخصية ثقيلة، لكن لما التف لك أنا أتعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق وانتبهني. حياك الله يا حسان، أهلا وسهلا فيك. حيو الدوم. وكان في نقاش جميل معك، يعني حتى أنا سألتك سؤال في الفاصل، في الفاصل مو الفاصل قبل الحلقة. يعني كانت لك إجابة نوعية وأنا حاب أنه الفاصل هاي تدعم سؤالي اللي سألته قبل شوي. الفاصل بالأمس تذكر كابتن ماجد؟ يعني يشقلب فوق 24 ساعة يشقلب فوق وتنتهي الحلقة وتجي بكرة وباقيهم شقلب. طيب كنت سألتك سؤال يا أبو حسان، تنتهي طفولتك حين يغدو النوم مكافأة وليس عقابا. تنتهي طفولتك حين يغدو النوم مكافأة وليس عقابا. أسلم إيش تفسيرك للعبارة هذه؟ بس التفسير اللي فسرته قبل الحلقة مو اللي غششتك إياه. والله أنا فسرتها على أنه نحن كثير ما نكون مثلا احيانا واحد من باب يعني قسى ليزدجر وان يكو حازما فليقسو احيانا على من يرحمه. فاحيانا واحد يقسو على ولده بحكم انه يعني تربيه وكذا، فممكن هذا الطفل ينام بايش؟ بالبكاء بسبب العقاب. نعم. يعني يغلب النوم فينام. فممكن حسره الاب انه اتمنيت انه مثلا ولدي ينام طريقة الاعتيادية الجميلة اللي تعود عليها بإرهاق الدراسة والتعب، ولا ينام بها الطريقة اللي هي ينام بها عقابا. أنا هذا تحليلي، ترى تكون راكبة يعني. أنت حاولت كذا ترصقها في بعض. لا نفسها لا بدر والله مو نفسها والله، أقسم بالله أنها هي. لا والله بدر بس كان قاصر. أحاول يعني أتجاوب معك، لكن أنت ذكرت أنه كان في مرحلة من مراحل حياتنا يمكن النوم بعض الأحيان يكون عقوبة لك. طيب هي نفسها. لا طيب اسمعني، تنتهي طفولتك أنت يا أبو حسان اليوم لما صرت تنام عشان تكافئ نفسك بعد يوم من الجهد والتعب والعناء. مو تكافئ، تنام غصب. اي خلاص صار النوم الحين يعني صار محل مكافأة انك تبغى تجبر عليه. مجبر عليه. فهنا تنتهي طفولتك، هنا تذكر انه انت في يوم من الايام لما كنت تنام عقوبة، اليوم لما صرت تنام كمكافأة هنا انتهت طفولتك وكنت دخلت في مرحلة جديدة. تتفق مع هذه العبارة او ما تتفق معها؟ لكن هذه فكرة العبارة. لانه في اناس يعني ينامون مغلوبين على امرهم، مكبوتين، مهمومين. فهي ما هي معلش اللي كتب العبارة هذه بالله جيب لي عشان ترى الأطفال في ناس يناموا هم مبسوطين، ترى مو ينام عقوبة يعني تبرير فرض غلط. لا أنا لا أنا أتكلم أول على اللي ينام الأصل في الطفل أنه ينام بسلام. الأصل فأحيانا في أمور تخالف الأصل الأشياء اللي ذكرتها، وبالتالي الأمور هذه يعني ليست كما تقرأ دائما ولا نعم يعني هي مقولة مقولة كتبها في ظرف معين. أعطيك المقولة الثانية. فهي تبقى أنها مقولة. المقولة الثانية. هت. يقول لك نحن نعمل دائما في وظائف لا نحبها.
لا نحبها، لنشتري أشياء لا نحتاجها، لنثير اهتمام أشخاص نكرههم. نعمل في وظائف ما نحبها، ونشتري أشياء ما نبيها، وعشان نثير ناس ما يهمونا. نعم، وصرنا من أجل الناس، ويمكن طمسنا ذواتنا اللي لابد أن نحيا يعني من أجلها، من أجل أنها تنعم. برضو مثل ما ذكرت هذه مقولة، لكن فعلا تجد البعض جبروا الوضع والحال إنه يشتغل في يشتغل في وظيفة وما يحبها، لكن يبحث عن لقمة العيش أيا كانت هذه الوظيفة، وبعض الأحيان يشتري أشياء هو في غنى عنها، لكن خلاص الناس كذا، الناس تشتري كماليات، وصارت في هذا المجال. والأسوأ والأدهى والأمر أننا فقط نفعل هذا كله حتى نغيظ ناس نكرههم، فقدنا أنفسنا وفقدنا من نحب اللي هم أولى بذلك. قال 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 تركنا الحسد فارتاح الجسد. يا سلام. والله يا أبو غنى هذا الكلام مهم جدا، يعني حنا نطبقه على واقعنا الآن، نكبر الدائرة شوي. يعني الآن كثير من سلوكيات الحياة صارت عند الأسر، سواء آباء أمهات كبار صغار أطفال أحيانا، وهذه تكثر في تكثر يعني اسمحوا لي إخواتنا المشاهدات، عند العنصر النسائي. نعم. يعني فلانة سوت أنا لازم أسوي، وقد لا يكون عندها دخل وتضطر ترجع لزوجها ليلة زواج لازم تكون أحسن ليلة فلانة ولبسي فستاني إلى آخره. لا، حتى الحين في حتى في التقديم في الضيوف. صحيح. يعني أنا أذكر كنا في الرياض مرة، وأيام كنت في الرياض، وكان عندنا دورية في الحارة كل جمعة بعد الجمعة، كانت دورية عند الجيران، وسوينا جدول وبدأنا عند فلان. طبعا كلهم مش رمي يسير الحال، بدأنا عند فلان، والله جاب الحلا والطاولة وشيء هذا تعب اللي بعده. نعم. فحنا اتخذنا قرار يا جماعة الخير، ترى كلنا نقدر أو كلنا، لكن إذا جلسنا بهالطريقة ما راح نخلص المشقة. صح. في سوينا قيدناها. جميل. قهوة شاهي صنف حلا تمر إلى آخره. يا سلام. فنقول هذه الأشياء ترى لو تقيد في مجتمعاتنا، سواء في أعراسنا في كذا، وترى حط فيها عفوا معلش أنا كثرت عليك داخل. أنت لازم تعرف النص ساعة عشان نختصر على محسن. لا، هذا الموضوع شيق. داخل فيها الزواج الجماعي. جميل. سواء اللي في جدة واللي في القرى واللي في المدن. طيب خلاص. والله فلان شو الإنسان الثري. والله كلامك جميل محسن. الإنسان اللي عنده معلومات. لكن ذكرنا أمس تحدي إنه نص ساعة نختصر. الإنسان عنده معلومات خاص. وقف من الحلقة دي حلقة ثانية. نحن قراتك العامة محسن. حمس المجالس. حمس ولا همس؟ همس. حمس. نشوف حمس المجالس مع الدكتور علي هيجان. لسنا في فناء الدار أحبابا محبين. أحرص في أي مجلس من المجالس أن تكون له إدارة، ونحاول الحقيقة أننا نستخرج ما يكتنز أكبر عدد من الحضور في المجالس، هو أن الوالد الحقيقة كنا نقرأ معه في جواهر الأدب، والشعر سبحان الله يعني هو ديوان العرب. فيعني أذكر أنه طلب مني أني أقرأ وأنا في الصف الرابع ابتدائي أبيات ما أدركت معناها، لكن كان يشرح لي ثلاثة من الشعراء اجتمعوا عند أحد الخلفاء وقال من يأتي بأفضل بيت فله جائزة. قال الأول أنا القطران والشعراء جربى وللجربى فيه شفاء. فقال الآخر أكرمكم الله والمجلس وإن تك زق زاملتنا قطران فإني أنا الطاعون ليس له دواء. وقال الثالث أنا الموت الذي آت عليكما فليس لهارب منه نجاء. هذه الأبيات وهذه المساجلة وهذه المماحكة إنجاز أن نقول أو التطارح بلغة العصر، يعني جعلتني أفكر مليا في هذه السن الباكرة فيما يسمى الآن بأدب الارتجال. كلام حصل من الثلاثة كله ارتجال، ومن ذلك الزمن السحيق وما زال. فسألت الوالد إنه الكلام هذا أين قيل ومتى قيل، فبدأ يشرح لي عن الأدب وعن تاريخ العرب والأدب الجاهلي، ويورد لي بعض الأبيات والقصص التي تناسب مداركي. من يومها شغفت يعني بشكل منقطع النظير بالأدب، وأنا لا أقرض الشعر أبدا، لكنني أتذوق بدرجة كبيرة. أيضا من الأشياء التي جعلتني أحرص على أن يعني أستثمر كل من يمكن
أن تتاح لي الفرصة في الجلوس معه قصيدة أبو البقاء الرندي: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان، يا الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، أتى على الكل أمر لا مرد له، هوى له أحد وانحد ثهلان. ثم يعني تناول الأندلس والتاريخ الماضي، شرح لي إياها الوالد رحمة الله على هذه الأبيات، فأيضا يعني شغفت بها وتعلقت بها. بعدها يعني إذا أحضر أي مجلس وأجد بأن فيه فجوة، أو يلوذ الحياة معظم في المجلس بالصمت أو ثنائية الحديث، فنفسي لا تقبل مثل هذا الأمر، فأحاول يعني ما اكتنزته الذاكرة أن أستدعيه بما يناسب خصائص وحال المخاطبين. وقطف قد دنا ثمرا، ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار، غيث في نوادينا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا أهلا وسهلا فيكم، عدنا لكم بعد هالفاصل مع ضيوفنا، ضيوف حديث الدار الجميلين، الأستاذ عمران العمودي والأستاذ عثمان صنعان، نجوم برنامجات. حياكم الله. الله يحييك. يا هلا وسهلا. نورتونا يا حبايب. يا هلا بالزين. بس انت الشايب متوصين فيك، معطينك مايك كبير ذا. احنا طالع في المايك. وصلت المايك اللي عندي. هو بس بسبب اني انا يعني عندي كذا بحه في الصوت، فهذه دائما تحطني في هذا الموقف انه يعتقد انه منشد، فبعدين يصدم انه يتذوق الانشاد. بس طب خلينا نجرب، يمكن نصدم، نبغى نصدم نحن. جربنا من قبل وخلاص يعني. ها جربنا من قبل وكفي يعني. طيب احنا سعداء بكم حقيقه في حديث الدار، و يعني ات ليس المره الاولى اللي نسعد بها بضيوفها ونجومها. كان معنا عبد الله هوساوي وحمدان ومجموعه، وتحدثنا عن ات يعني يمكن اللي ما شاهد واللي يعني ما كان متابعات، كان برنامج رمضاني أطلق في شهر رمضان الماضي في أول نسخة له، ولا صحيح؟ وكان كان يقوم على فكرة المجموعات، المجموعة اللي صناعة قنوات رقمية على اليوتيوب. يا سلام، صناعة القنوات الرقمية. جميل، احنا راح نخوض في هالمجال، لكن ودنا نعرف دورك أخوي عمران في آت، ولا قبل دورك في آت، كيف رشحت؟ والله إلى اليوم أنا ما أعلم، بس كان عندي توقعات انه بعض الاخوه يعني احسنوا الظن وقدموا اعتقد اسمي، وبرضو انا شفت انه في كان استبيان، شاركت في الاستبيان، عبيت الاستبيان، بس ما ادري يعني ايش المصدر او ايهما سبق يعني. ودقوا عليك؟ ايوه، تواصلوا معايا وانا كانت عندي تجربه من قبل برضو. كنت في اي مجال؟ في قناه واقعيه قبل كذا. لا بس في مجال التقديم، مجال الانشاد، مجال بالضبط مجال التقديم التقديم التلفزيوني، الحوار بالضبط. ايوه، فانا اصنع يعني احيانا مقاطع فيديو قصيره على الانستغرام، فيعني شخص نشيط الى حد ما في السوشيال ميديا بشكل عام، وقيت شاركت قبل كذا في برنامج واقعي، فجاتني الرساله، شفت البرنامج، حبيت الفكره، وكنت قائد لفريق، كونت فريق، والحمد لله اليوم احنا هنا. رمضان وسفرة من مكة إلى الرياض، هذه شوف هذه الأشياء اللي الناس ما تعرفها، وهذه من صعوبة برامج الواقع، إنه في برامج الواقع تستطيع يعني أن تدخل شخص لهذا البرنامج، يخرج بعد 20 يوم قطع شوط في الإعلام، شاف وتعرف وعاش، في إنجاز. إيه، بالنسبة لي كانت التجربة الثانية، فكنت مستفيد من التجربة الأولى كثير. ففي برامج الواقع وفي الإعلام بشكل عام المشاهد ما له ذنب ولا يدري عن ظروفك. نعم، وانتم عارفين هذا الشيء يعني. صحيح، جميل. اخوي عثمان ما شاء الله تبارك الله، شكلك انت الصراحه يعني الصوت ولا ابو لا عمران ما شاء الله عليك، اسمع الفخامه. لا بس ليه انت مدقر انه عثمان عمران منشد؟ ما شاء الله صوته. ليه يعني هل كانت في تجربه انصدمت؟ صوته حلو يعني، في له بحه رهيبه. سمعنا شيء يا عمر. لا ابدا ما اعتقد. عمران ترى البحه مطلوبه. صحيح، انا ولله الحمد يعني اتلو القران وافتخر بهذا، وهنا أشوف صوتي حلو أو أحاول دائما أزين صوتي بالقرآن، أما الإنشاد لأهله يعني. رحم الله عمران. لا تخلي الناس يعني رجال جماعة الخير، لا تحرجوا. طيب خلنا خورجي كده مبسوط. أجل خلنا عند عثمان. عثمان أول شيء نحن سعداء بك، حياك الله. إحنا أسعد الله. كويس إنه أتى بكم، الله يحييك. الفكرة اللي أو المنطلق اللي خلاك تشارك أنت في هذا البرنامج. بصراحة أنا حاب أستفيد أولا. حلو. فشاركت والحمد لله اني استفدت استفاده كبيره الحمد لله، والفضل لله ثم
اللي كانوا ماسكين البرنامج. في أي مجال كنت؟ التصوير والمونتاج. جميل جميل. هو أنا كان هدف من سؤالي أنه حين المشاهدين يعني يشوفون مثلا نجوم انطلقوا أو خاضوا يعني غمار برامج واقعية وغيرها، فيبغوا يعرفون كيف كانت البدايات، كيف قدم وكيف شارك، خاصة أنها يعني مسابقة طرحت للناس بشكل عام والكل يبادر ويشارك. وأنا أقول سبحان الله هنا يعني تثبت أو إن صحت العبارة يثبت الشخص اللي عنده مهارة. يعني كثير من الشباب الآن يمتلك مهارة سواء في حواسه، إما صوت أو تمثيل أو كذا، أو في مهارة هو اكتسبها في المونتاج والإخراج والإبداع والتميز وإلى آخره والجرافيكس. طيب حدثنا عن التجربة. والله شوف يعني هو عادة الإنسان يعني إما أن تقوده يعني الفرصة أو الجاهزية، يعني نقدر نقول كان محظوظ. كيف كان محظوظ؟ كان مستعد فجاءته الفرصة فاغتنمها فأصبح محظوظ. أو الصدفة، واحد أرسل له الرابط راح مع واحد فجأة قالوا له، ونعرف كثير دخلوا الإعلام هو يصفح تويتر ولا السناب شاف كذا، قادته الصدفة، سجلوا ما أهتم فجأة وفاجأ. فكثير من الناس يعني قادته الصدفة. عمران لا طبعا طبعا باستعداد تام يعني وأنا لما جاءت تجربة آد بالتحديد قلت يعني أنا الأوان للظهور في المجد، لأنه لما كنت أقابل أي أحد أو أسأله فيقول غريبة ما أنت في المجد، غريبة ما شاركت في المجد، فينك ما نشوفك في برامج المجد وانت موجود يعني برضو في مكة، فهم موجودين في المواسم برضو موجودين في جدة. في فكان يعني فجأت الفرصة والحمد لله. طيب أستاذ عمران بعد برنامجات إيش المشاريع الإعلامية اللي انطلق فيها اللي قدمها اللي ما زال مستمر في عرضها للجمهور؟ والله زي ما ذكرت لك أنا خرجت من البرنامج كنت ما زلت مستمر يعني في أني أنا أصنع يعني مقاطع على حسابي في الإنستغرام، بالإضافة إلى أنه كان عندي هدف يعني أو بالأصح كنت قاعد أكمل دراستي، فأخذت صيفي في ذاك الوقت وانهيت الترم الأول يعني متخرج ولله الحمد من الجامعة. فهذه الفترة تخصص إعلام، تخصص إعلام إذاعة وتلفزيون. جميل. فهذه الفترة كلها كنت مشغول يعني بموضوع دراستي أو بالأصح مرتبط بدراستي. جميل. وهذه أولوية طبعا. بالضبط. المشاريع الإعلامية اللي تجيك محدودة، نصنع فيديو، نشارك في فيلم، لسبب أنك أنت مرتبط بدراستك يصعب عليك أنك تروح وتجي. حلو. عثمان حبيبنا شغلك أنت أنتجت إنتاجات ودنا نشوفها دحين. سالم بالله أعطونا الحبشتكات حقت عثمان، تبغى نشوفها بالله على الهواء انت كيف لما نشوف انتاج كلام حسان يعني عادي. لا عادي ايش بك كذا مصدوم منه؟ لا لا خذ راحتك عادي رجال خايف منه. تجربه عثمان في الخروج من جده والسفر للرياض، طبعا اختلاف الطبيعه واختلاف الجو في رمضان والبعد عن الاهل والسمبوسه والسوبيا والدنيا، هذا واحد. اثنين تاقلم مع فريق عمل جديد وبث كاميرات من كل مكان يمين شمال والعفويه، كيف حاولت هذه كلها تلمها؟ ثلاثة، طبيعتكم أنتوا تشتغلوا من خلف الكواليس، كيف استطعت أنك تقنع نفسك وتكون واحد من المشاركين؟ صح أمام الكاميرا. أمام الكاميرا. أولاً كانت تجربة جميلة يعني حلو. صح أنها كانت صعبة في البداية، كنا هادين ما كنا متعودين على الكاميرات، نظهر قدام الكاميرات حاجة زي كذا. فحبة حبة حبة لين ما صرنا خلاص تأقلمنا مع الجو. في البرنامج. لكن ما شفت انه في مقاومه انه انا حاكون قدام الكاميرا وساصدر كنجم او ك يعني واحد له متابعين، وانتم عاده يعني حتى يمكن اسماءكم الناس ما تعرف الاسم من الشكل. صح. بصراحه انا ما كان لي ظهور كثير يعني في البرنامج. كنا هادين كثير في البرنامج ما شاء الله، لكن يوم طلعتوا ما شاء الله ان شاء الله. طيب جميل. كيف كان في تاقلم مع الفريق؟ احنا قبل ما نشارك اعطونا اسامي الشباب اللي معنا في الجروب حاجه زي كذا. يا سلام. وبدأنا نتكلم مع بعض ونخطط للبرنامج حبه حبه الى ما خلاص صرنا زي الاخوان. حلو. طيب الحديث ان شاء الله استمراريه، لكن بعد هالفاصل عندنا مشاري السليماني. مشاري عنده اسئله مثيره، اسئله غريبه عجيبه، بينزل الميدان وبياخذ اسئله الجمهور. خلونا نشوف وياكم مشاهدينا الكرام اسئله مشاري. طيب. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. ترضى تتزوج واحدة نفس أخلاقك؟ والله ممكن، حسب هو الإنسان أخلاقه بشوفه حميدة، مهما كان شكله بشوفه أخلاقه حميدة. أيوة أرضى نفس أخلاقك. حين الضارب شوية بس عايش تسوي. والله لا والله. ليش يا أخي؟ والله مشكل مزاجي. طبعا أخلاقي مرة زينة ما شاء الله تبارك الله، واثق من نفسك يعني. اللهم لك الحمد. أكيد إن شاء الله ما شاء الله، أتمنى إن شاء الله. واثق من أخلاقك يعني.
اي الحمد لله. يعني ما انت عصبي، ما تعصب، ما تعاني؟ كل واحد عنده اخطاء، بس ان شاء الله انها قليله اخطائي صراحه. ولا لا ليه حلاك يعني مره ترفض الفكره هذه نهائيا؟ نهائيا. ليه؟ اقول لك مره مزاجي، ما انا ما أنا يلا يلا شان نفسي. شيء حلو راضي يعني عن حيجه حنعيش العيال يعني مع بعض. والله شوف، لا والله لا يعني ما فيك عصبيه الا في على خفيف. طيب ترضى انه تزوج واحده مثلا تعصب عليك؟ على خفيف زي خفيف عادي اتحملها. هي عصبي وطرطع بسرعه. ايش المشكله تزوج واحده عصبيه؟ لا انا اقول لك ما ابغى واحده تزوج. ليه؟ نفس اخلاقك. نفس اخلاقك يا رجال، بات باقس معاه في البيت. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالامطار غيث في نوادينا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا اهلا وسهلا فيكم بعد هالفاصل. نواصل حديثنا مع الاستاذ عثمان والاستاذ عمران. استاذ عثمان، لكن انت كانت مشاركات في التصوير والمونتاج، وكنت اسالك انه غالبا المنتجين بيشتغلوا برضو في التصوير او المصورين بيكون عندهم حس عالي في المونتاج، ايش علاقه المهنتين او المهارتين ببعض؟ اولا كل واحد له مجاله يعني. حلو. اغلب الناس يحب التصوير اكثر من المونتاج، ما يحب يجلس على الكمبيوتر حاجه كذا. فالمونتاج يفيدك من ناحيه الزوايا واللقطات اللي انت حاب تصورها، يعني مفيد المونتاج. تعلمت الحاجتين كانك ملكت. انت بدأت في البرنامج كانت عندك اساسيات التصوير والمونتاج، ولا كانت هذه المهاره يعني مستوى تطويرها وتنميتها في البرنامج؟ لا كانت عندي من قبل. عندك فيها المشاريع اللي اشتغلت فيها الاعلاميه كافلام وحاجات زي كذا؟ إيه؟ في افلام قصيره، سكتشات ان شاء الله مستقبليه، حاجات نقدمها ان شاء الله. في الانستغرام حسابك؟ انستغرام وفي اليوتيوب. جميل جميل. حسن، الخامه الصوتيه هذه أيوة. وفرتها في الإلقاء، في الشعر، في شيء مسموع نسمعه؟ والله ما استخدمتها كثير في الإلقاء، لأنه هذه نقطة مرة مهمة. أنا ما كنت منتبه أنه صوتي أصلاً يعني جميل أو مميز. إلى في مشاركة قال لي الأستاذ ياسين اللحياني، يعني إعلامي ومعلق صوتي ونسمعه ما شاء الله في أماكن كثير، فكان يقول لي صوتك في بحة فحاول يعني تنتبه لها. متى هذا الكلام؟ 3 سنين. قاعد عشان تبغى تسألني ذحين وبعدين إيش صار يعني؟ 3 سنين. لا شيء. أيوة هذا شيء يعتبر متأخر ترى. إنه الإنسان ما ينتبه لنقطة قوة موجودة عنده. وبصراحة لنا اليوم يعني في أوقات أشعر إنه لا يعني ممكن صوتي أنا أستخدمه مثلاً في مقاطعي اللي أتكلم فيها، ممكن أستخدمه مستقبلاً في التقديم التلفزيوني، في مثلاً شفت اللي دائماً تستخدمه في فيلم، في لقطة، في إنه قفلة أو بداية أو خاتمة. فهذه الأشياء يعني تأسرني كثير وقريبة مني. جميل. أحب العبارة القصيرة واللي تلقى بطريقة جميلة. جميل. فلذلك يعني هنا أحس أني أنا ممكن أستخدم صوتي أكثر من موضوع التعليق الصوتي. تكتب؟ لا بشكل قليل، لكن أقرأ ولله الحمد، وأحاول أكتب بعض الأحيان. جميل. يعني أحاول أكتب. هو دائما القراءة تنمي ملكة اللغة، ويعني يصير واحد ثابت الخطى أثناء الحديث. جميل. بشكل عام نطلع كده بعد الزوم شوية الكاميرا عن الآت، والآن في همة ثون انطلق الآن على شاشة قنوات المجد وقناة دال بالخصوص، ويمكن الجميع يعني متابع البرامج الواقع الجميل الآن. لكن بشكل عام قراءتكم عثمان عمران لبرامج الواقع الحالية، يعني الآن نحن يمكن في السنة 9 إن صحت العبارة أو 8 في برامج الواقع، أو لا أكثر كمان. نذكر أول برامج واقع محافظ كانت على قناة السعودية بالقرآن نحيا. فسلسلة البرامج اللي أطلقت، بل قنوات انطلقت كواقعية، يعني خلاص كاميرا في هالقناة، مش وقنوات أغلقت إلى آخره. قراءتكم لهالبرامج الآن، هل انتهى سوقها ولا هل لها نسخ أخرى من خلال تجربتكم طبعا؟ والله شوف، احنا لما نتفرج حتى على اليوتيوب اليوم الفلوقات والاشياء هذه هي عباره عن تدوين يومي. الفلوق يعني هو مدونه فيديو، فبرامج الواقع نفس الشيء، يعني تتبع القصه اليوميه ومسليه وممتعه. فالناس تقنع نفسها ان برامج الواقع جميله، انه فيه فائده وفي نفس الوقت عفويه يوميات. ايوه، فبيحسوا انهم قاعد يعيشوا يوميات. اما ايش برامج الواقع ومستقبلها، برامج الواقع لم تاتي من العدم. برامج واقع، في برامج واقع عالميه في الجامعة، عندنا بعض الدكاترة الأكاديميين يقولون برامج الواقع ليست واقع. نعم. ولذلك في برامج الواقع إما أن تكون ذكي جدا فتصنع واقع،
أو عفوي جدا فتعيش الواقع. فبرامج الواقع يعني تحتاج الكثير من إدارة البرامج وأيضا من المتسابقين. سعد ثمان في 10 ثواني. أشوفها شيء كويس بصراحة، والواحد يستغلها في الحاجة اللي يقدر ينمي مهارته فيها. هي فرصة للمشاركين إنه يبنوا لما بعد هذه التجربة الواقعية. سعدا بكم أستاذ عمران وأستاذ عثمان، هذه الإطلاعة الطيبة، وإن شاء الله استمرارا ومزيدا من النجاحات والتألق إن شاء الله في برامج الواقع أو غيرها من الممارسات والمشاريع الإعلامية. شكرا لكم. شكرا. أنا كان عندي سؤال بغيت أقول، أنت الآن وين عمران عثمان، أنت الآن وين في مجال أبو؟ والله خلصنا احنا، بس ما في مشكله خبره خلاص. إيه انا ما اقدر. وين اين يقف عمران الان؟ والله الان انا في حديث الدار. بدينا الحين في الشغل. يا سلام. تخرجت من الجامعه، بديت اسعى في دراسه الماجستير. ممتاز. وما زلت اعمل على موضوع الفرص الاعلاميه، وان شاء الله هناك اخبار جيده بإذن الله. مع المجد وغير المجد، ولكن ما نقدر نتكلم حتى تتم الامور، لانه بإذن الله. في النهايه التوفيق. ممكن في اللحظه الاخيره كل شيء ينتهي. فالك التوفيق اخوي عثمان. حاليا نحاول اننا نصنع افلام وحاجات زي كذا، سكتشات خفيفه. حلو. باذن الله تكون جميله ومفيده باذن الله. باذن الله. موفقين ومعانين جميعا. الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعه، نلتقيكم باذن الله في حلقه قادمه بكره. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما احنا متعودين على بكره. بكره يعني غدا. بكره. جلسنا في فناء الدار احبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا.